السلام عليكم، يعطيكم العافية يا شباب. أتمنى تكونوا بخير أنتم وأهلكم وجميع أحبابكم. اليوم زي ما وعدتكم إنه بدنا نحل الأسئلة اللي أعطيتكم إياهم بالحصة اللي فاتت، وبدنا كمان ناخذ كمان مثال أو سؤال من الأسئلة اللي كتير كتير مهمة، والسؤال بس نوصله إن شاء الله بنحكي عنه بالتفصيل. طيب، أنا اطلعت على كل الطلاب اللي شاركوا بالحل. أول إشي بشكرهم لأنهم تعبوا وحلوا. في بعض الملاحظات راح أحكي عنها أثناء الحل للأسئلة. طيب، في عنا السؤال الأول: مكعب من الخشب حجمه 40 سنتيمتر مكعب أسقط في الماء، فكان حجم الجزء المغمور 32 سنتيمتر مكعب. إذا علمت أن كثافة الماء 1000 كيلوغرام لكل متر مكعب، احسب كثافة الخشب، كتلة المكعب الخشبي وقوة الطفو. قبل ما نيجي نطلع على هاي الأشياء، نرجع بس نطلع شو القانون اللي درسناه الحصة اللي فاتت. عندنا القانون تبع الطفو. لما نشوف إنه في جسم يطفو أو يعني مغمور جزئيا في السائل، بنستخدم هذا القانون اللي هو كثافة السائل مضروبة في حجم الجزء المغمور، لأنه مش كل الجسم راح يغرق، راح يعني ينغمر جزء منه بغض النظر على يعني كان معظمه كان أقل من النص، مش مهم. بده يساوي كثافة الجسم نفسه، يعني شو النوع المادة المصنوع منها الجسم، مضروب في الحجم الكلي للجسم. إذا بنرجع نتذكر كمان شغلة، إنه دائما قوة الطفو في هاي الحالة تساوي وزن الجسم، عشان هيك الجسم ما بيغرق. خلينا نشوف السؤال كمان مرة. السؤال في معانا معطيات اللي هو حجم الجسم كله، هذا بنقدر نعتبره إنه حجم الجسم الكلي. أسقط في الماء فكان حجم الجزء المغمور، فهذا حجم الجزء المغمور. إذا بنلاحظ إنه الحجم الكلي للجسم 40 سنتيمتر مكعب، الوحدة بالسنتيمتر مكعب. ولما نيجي نطلع على حجم الجزء المغمور برضه نفس الإشي في السنتيمتر مكعب. وحكينا من قبل إنه إذا الوحدتين للحجم في هذا النوع من الأسئلة في هاي الحالة للجسم الذي يطفو على سطح السائل، بلزمش إني أحول. امتى بلزم انه نحولهم؟ بنشوف في المطلوب الثاني والمطلوب الثالث. بس لما نيجي نستعمل القانون اللي فيه حجم وكثافة في الطرفين، بلزمش انه نحول السنتي مكعب لمتر مكعب، الا اذا واحد مثلا متر مكعب وواحد سنتي مكعب، بهاي الحالة لازم احول. طيب، اذا علمت ان كثافة الماء 1000 اللي هو الماء السائل المستخدم في هاي التجربة او في هذا السؤال، نطلع على الحل او ناخذ المعطيات بالاول ونشوف كيف بدنا نحله. المعطيات يا شباب كمان مرة: حجم الجسم الكلي عبارة عن 40 سنتيمتر مكعب، 40 نعلمها صح، عبارة عن 40 سنتيمتر مكعب، هذا حجم الجسم الكلي. حجم الجزء المغمور، الغرق من الجسم هو عبارة عن 32 سنتيمتر مكعب. عندنا كثافة الجسم مجهولة، هاي لازم نحسبها، وعندنا كثافة المي اللي هي السائل اللي استخدمناه معروفة. طيب، نيجي نتطلع. إذا كتبنا قانون كثافة السائل ضرب حجم الجزء المغمور تساوي كثافة الجسم ضرب حجم الجسم، كثافة السائل اللي هو المي 1000، عوضناها زي ما هي 1000، حجم الجزء المغمور بطلع إنه معطيني إياه بوحدة سنتي مكعب، بعوضه زي ما هو، فيش داعي إني أحوله. لو حولت ال 32 وحولت ال 40 لمتر مكعب صح الحل، لأنه بالآخر الإشي اللي بيناتهم هو عبارة عن نسبة. طيب، يساوي كثافة الجسم اللي هو مكعب الحديد المطلوب، أو آسف مكعب الخشب المطلوب إنه نحسب شو حجمه، أو آسف شو كثافته، ضرب حجم المكعب كلياته. حجم المكعب كله 40 سنتيمتر برضه مكعب، فإذا جينا استعملنا الآلة الحاسبة ضربنا الألف في 32 بيطلع معانا 32 ألف. جينا عشان نتخلص من الأربعين الموجودة هاي لازم نقسم عليها، مش نروح نقسم على الاثنين وتلاتين ولا نقسم على الألف، دائما بنقسم على الإشي اللي جنب المجهول. فزي كأنه احنا هون عملنا تقسيم 40، هون كمان تقسيم 40 على الآلة الحاسبة، عوضهم بطلع معك الجواب هاي 40. تمام، بيطلع معانا كثافة الجسم اللي هو الخشب اللي استخدمناه في هذا السؤال هو عبارة عن 800 كيلو جرام لكل متر مكعب. نيجي نتطلع على المطلوب الثاني. المطلوب الثاني من السؤال كان طالب نحسب كتلة المكعب الخشبي. كيف بدنا نحسب الكتلة؟
هلا ما دام الحجم تبع المكعب موجود معانا وكثافته اجينا طلعناها في المطلوب الاول، بنقدر نحسب شو كتلته من اي قانون؟ من قانون الكثافة. قلت لكم قانون الكثافة من القوانين المهمة جدا ومش لازم ننساه، يعني هذا قانون تعلمتوه من زمان ولكن لازم نستعمله لحد هلا يعني. فالكثافة تساوي الكتلة على الحجم، أو الكتلة تساوي الكثافة ضرب الحجم. كيف أجا القانون؟ إذا بنرجع لقانون الكثافة، الكثافة ثا تساوي الكتلة كاف على الحجم ح. هلا عشان أخلي أنا الكتلة موضع القانون، باجي بعمل على واحد هون وبضرب ضرب تبادلي، تمام؟ أما أجي أضرب ضرب تبادلي بتصير الكتلة ضرب واحد بتصير الكتلة، الكثافة ضرب الحجم بتصير الكثافة ضرب الحجم زي ما هو مكتوب عندنا هون. طيب بس هون في شغلة مهمة، إنه بنفعش نطلع الكتلة إلا لما نحول الحجم تبع المكعب لوحدة متر مكعب، بنفعش نحط الحجم بالسنتي مكعب. ليش؟ لأنه الكثافة إذا بتطلع على وحدتها، وحدتها كيلو جرام على متر تكعيب. هلا بنفعش انا يكون اشي متر تكعيب واشي سنتي تكعيب، عشان يطلع معاي الاشي صح لازم احول الاربعين سنتي متر مكعب اللي هو حجم المكعب كلياته، هذا حجم الجسم، لازم احوله لمتر مكعب. كيف بدي احوله؟ احنا اتفقنا من قبل انه المتر الواحد عشان نحول من سنتي لمتر بنقسم على 100 مرة واحدة. طيب لما يكون تربيع بنقسم على 100 تربيع، لما يكون تكعيب بنقسم الرقم على 100 تكعيب. لما نيجي نكعب المية، المية تكعيبها يعني مية ضرب مية ضرب مية بيطلع معانا مليون، فبتصير 800 ضرب 40 على مليون، الناتج بيطلع معانا بالآخر 32 بالألف كيلوغرام. هذه هي كتلة المكعب الخشبي. اللي بده يحولها لجرام بيأثرش، ولكن احنا خلينا نكتب الوحدات بالنظام الدولي في هاي الحالة أحسن لنا. طيب المطلوب الأخير كان بده يانا يعني نحسب قوة الطفو، سواء كان قال لك قوة الطفو أو قوة دفع السائل، نفس المعنى ونفس الطريقة. هلا إذا بتتذكروا في التلخيص اللي قبل، إنه قوة الطفو في الجسم الذي يطفو على سطح السائل بتكون مساوية لوزن الجسم. طب شو وزن الجسم؟ نرجع نتذكر إنه الوزن عبارة عن الكتلة ضرب تسارع الجاذبية الأرضية. طلعوا قوة الطفو تساوي وزن الجسم، الوزن اللي هو كتلة الجسم ضرب جيم كتلة الجسم، طلعناها في المطلوب الثاني. فدائما يا شباب امشوا على حسب الترتيب تبع السؤال، تروحش تحسب مثلا يعني مجهول قبل الثاني، يعني امشي بالترتيب، لان بكتب لكم الاسئله بطريقه انه يطلعوا الاشياء ورا بعضيهم علشان ما تتغلبوش. طيب الكتله تبعت الجسم او تبعت المكعب 32 بالالف، اذا انضربت ب 10 قوه الطفو بتطلع معي 32 بالمية من النيوتن. في عنا طريقه ثانيه شفت الطلاب كاتبينها بس المعظم معوض غلط. هاي الطريقة انتبهوا عليها شوي، انه قوة الطفو راحوا استخدموا القانون القديم اللي هو كثافة السائل في حجم الجسم في جيم. هلا هون يا شباب بنعوض حجم الجزء المغمور، ما بنعوض حجم الجسم كله. هذه مهمة. ليش؟ لانه الاشي اللي انغمر في السائل مش الجسم كله. اذا بتتذكروا في الاشي القديم لما حكينا الجسم لما يغرق كلياته جوا السائل، بنعوض في القانون هذا الحجم الكلي، لأنه كل الجسم كله غرق في السائل، بس لما يكون جزء منه بس مغمور في السائل بس بعوض قيمة الجزء المغمور. وعندنا هون كثافة السائل اللي استخدمناه اللي هو المية كثافتها 1000 في حجم الجزء المغمور. نفس الحالة يا شباب، سواء جيت أحسب كتلة أو جيت أحسب قوة طفو لازم الوحدات تكون بالنظام الدولي، لأنه فيش إشي بقدر أختصره مع السنت مكعب. يعني هون مثلا هاي الجهة أو هذا المطلوب كنت أقدر أستعمل يعني، أو أجي أحكي السنتي تكعيب على هاي الجهة، هاي سنتي مكعب، وهون في عندنا كمان سنتي مكعب سنتي تكعيب. السنتي تكعيب بالجهتين بقدر إيش أسوي فيه؟ بقدر أختصره، عشان هيك بهمش لو كانوا الثنتين بنفس الوحدات وما كانوش بالنظام الدولي. ارجع بس شوي، هون سنتي مكعب، فالسنتي مكعب الموجود هون هذا كله بقدر اختصره، بقدر اختصر يا شباب السنتي مكعب
مع الصوت المكعب، عشان هيك هون ما بلزم اني احول لمتر مكعب، بينما لما اجي احسب الكتلة او اجي احسب قوة الطفو فيش مجال اني اختصرهم، فبالتالي لازم احول الحجم لمتر مكعب. فاحنا بس لما نيجي نحسب الوزن او نحسب قوة الطفو بنحول لمتر مكعب، غير هيك ما بلزم الا اذا الوحدات بتختلف بلزمني اني احولهم. طيب فباجي برجع بعوض انه الكثافة 1000، حجم الجزء المغمور مش حجم الجسم كله. شفت انا في طلاب حلين كيف انهم معوضين هون الـ40 سنتيمتر مكعب، لا لازم نعوض الجزء المغمور من الجسم اللي هو 32 سنتيمتر مكعب، برضه بنحوله لمتر مكعب، بنقسمه على مليون او بنقسم على 100 للقوة 3 ضرب تسارع الجاذبية الأرضية اللي هو جيم، تقريبا اللي هي قيمتها تساوي 10. بالآخر الجواب بيطلع نفس الجواب اللي قبله، فسواء حلينا بهاي الطريقة صح بهاي الطريقة برضه صح. فيعني أي طريقة أنت لقيت حالك فهمها أكثر بتقدر تحل عليها. طيب نيجي للسؤال الثاني، السؤال الثاني برضه في شوية تعليقات عليه، هلا بنيجي نحكي عنه. بالأول نقرأه السؤال يا شباب زي ما هو مكتوب قدامنا. اسطوانة مصنوعة من الحديد الذي كثافته 7800 كيلوغرام لكل متر مكعب. الحديد اللي هو الجسم اللي بدنا نزته جوا الزئبق، الزئبق كثافته 13 أو 13600 كيلوغرام لكل متر مكعب. معطيني كثافة الجسم، معطيني كثافة السائل أو كثافة الزئبق. هلا هو مش معطيني إلا ارتفاع الاسطوانة. طب احنا الاسطوانة بنعرف كيف شكلها، الاسطوانة هيك شكلها، نرسمها الاسطوانة هلا بنشوفها كيف. ننزل لتحت شوي، الاسطوانة زي ما هو مرسوم قدامنا. طب هاي الاسطوانة كيف بنحسب حجمها؟ إذا بتتذكروا قلت لكم إنه الأجسام المنتظمة اللي هي المجسمات المنتظمة دائما حجمها يساوي مساحة القاعدة تبعتها ضرب الارتفاع تبعها، سواء القاعدة الفوقانية أو القاعدة التحتانية، التنتين نفس المساحة ونفس الإشي. طيب هلأ في ناس كانوا معوضين إشي غلط، بس خلينا نطلع المعطيات على السريع. إنه كثافة الجسم اللي هي القطعة من الحديد كثافتها 7800 كيلوغرام لكل متر مكعب، عمق بلاش عمق نحكي، خلينا نحكي ارتفاع الاسطوانة 40 سنتي، كثافة الزئبق 13600، عمق الجزء المغمور اللي هو الجزء اللي انغمر من الحديدة أو من الاسطوانة في السائل اللي هو الزئبق، هذا مجهول. طيب طلعوا علي، إذا جينا نعوض في القانون ما دام هذا جسم يطفو على سطح السائل، كيف عرفنا إنه يطفو؟ لأنه كثافة الحديد أو كثافة هذا الجسم أصغر من كثافة السائل، وزي ما حكينا من قبل إنه في الطفو عشان الجسم يطفو فوق جسم لازم تكون كثافته أقل من كثافة السائل. طيب باجي بكتب القانون، كثافة السائل في حجم الجزء المغمور تساوي كثافة الجسم في حجم الجسم. هلا هاي الاسطوانة كيف حجمها بدنا نلاقيها؟ حجم الاسطوانة الكلي عبارة عن مساحة القاعدة اللي أنا جيت سميتها يعني ألف، مساحة قاعدة بدك تسميها سين، بدك تسميها عين، بدك تسميها شو بدك تسميها سميها، أنا سميتها ألف. المساحة هاي مجهولة ضرب الارتفاع الكلي للاسطوانة اللي هو 40. فلما جيت عوضت محل حجم الجسم، محل هاي حالة الجسم الكلي، حطيت ألف ضرب 40 سنتي. هلا بالنسبة لحجم الجزء المغمور، الجزء المغمور اللي هو بيجي من عند هاي النقطة تقريبا هيك، نرسمه بشكل يعني أرتب شوي، يعني تقريبا اشي زي هيك، انه الاسطوانة هون مساحتها هي مش كتير يعني منتظمة الرسمة، بس المساحة هاي أو زي كأنها صارت من عند الخط الأحمر شايفينه لعند تحت هذا الحجم المغمور من الأسطوانة. برضو شو شكله؟ شكله أسطواني، ولكن أسطوانة كأنها أصغر من الأسطوانة الأصلية. فباجي بكتب برضو ألف، ليش ألف؟ لأنه نفس المساحة، مساحة المقطع تبعها أو مساحة القاعدة تبعتها نفس ألف اللي استعملناها في حجم الجسم الكلي مضروب في عمق الجزء المغمور. طبعا في ناس حلوها بهذه الطريقة، في ناس راحوا ايش حطوا بدل حجم الجزء المغمور حطوا لام، طبعا هذا الاشي غلط، يعني بنفعش انا احط عمق لانه اذا كان الجسم شكله مش منتظم بنفعش. عشان هيك انا يعني بدي اياكم ترجعوا
تعدلوا على هذا الحال وتراجعوا السؤال هذا كويس، لأنه هذا السؤال من الأسئلة المهمة. هلا إذا جينا اختصرنا ألف من الجهتين، عشان هيك المساحة مش مهمة، يعني الناس اللي بعتوا لي حكوا لي السؤال ناقص، لا السؤال مش ناقص. ما دام في عندي مساحة على اليمين ومساحة على الشمال وفي بيناتهم إشارة يساوي، بقدر أختصرهم مع بعض. بصفي معاي 13600 ضرب عمق الجزء المغمور تساوي 7800 ضرب 40. برضه هون فيش داعي أحول ال 40 هاي سنتي، فيش داعي أحولها لمتر، اللي حولها فيش مشكلة، كل الاحترام الحل صح. واللي برضه ما حولهاش برضه كل الاحترام وحله صح، لأنه زي ما حكينا من قبل إنه في هذا القانون فيش داعي إني أحول للنظام الدولي إذا كانوا الوحدتين متشابهتين. فبنستنتج من هذا الكلام إنه لما أخلي هاي 40 سنتي ما أحولهاش لمتر، لام هاي المجهولة راح تطلع بوحدة السنتي مش بوحدة المتر، وفيش عندنا مشكلة لأنه السؤال مش محدد لي، ما حكاليش إني أحسبها في المتر ولا أحسبها في السنتي، ترك المجال لإلي مفتوح، بالتالي أنا حر في اختياري. طيب هلا كيف بدنا نتخلص من الرقم اللي جنب عمق الجزء المغمور؟ بقسم على 13600 على الجهتين بالآلة الحاسبة، أضرب 7800 في 40 وأقسم على 13600، بيطلع معك الجواب 22.9 سنتيمتر، أو اللي حولها لمتر بيطلع معاه 22% من المتر. طبعا تقريبا أكثر من نص الأسطوانة بشوي، يعني مش 20 سنتي، يعني 22 سنتي أو 23 سنتي، أكثر من نصها بشوي غرق جوا الزئبق. هذا سؤال كتير كتير مهم، بتمنى من الجميع إنه يرجع يشوف أخطائه فيه ويعدلهم. بدنا نضيف كمان سؤال يا شباب من الأسئلة الحلوة. في عنا هذا السؤال: مكعب من الرصاص طول ضلعه 10 سم، كثافته 11340 كيلو جرام لكل متر مكعب، هذا الرقم هو كثافة الرصاص، كثافة الرصاص أعلى من كثافة الحديد. أسقطت القطعة هاي في الزئبق الذي كثافته 13600 كيلو جرام لكل متر مكعب، أجب عما يلي: مطلوب نحسب حجم الجزء المغمور بوحدة ايش؟ متر مكعب. هون ألزمنا، يعني هون فيش مجال إلا إنه نحسب بالمتر مكعب، فلازم نحول للنظام الدولي الوحدات الموجودة عندنا. يلا شوي بس يمشي، ممكن توقف الفيديو عندك أنت وتجرب تحل هذا السؤال لحالك وترجع تتأكد الحل صح ولا غلط. طبعا أهم إشي في هذا السؤال هو مش غلبة المطلوب، با مش غلبة، الغلبة أكثر هو المطلوب، المطلوب آسف مطلوب ألف مش غلبة، سهل. المطلوب با هو فكرته جديدة، خلينا نشوف كيف بدنا نتعامل معاه. فأهم إشي بدي ألزم بنص السؤال إنه السؤال بده إياني يعني أحسب حجم الجزء المغمور بوحدة المتر مكعب مش بوحدة السنتيمتر مكعب. المعطيات اللي عندنا كيف بدي اطلع حجم المكعب؟ ما دام هذا مكعب، المكعب دائما يا شباب حجمه الضلع في الضلع في الضلع، بس انا ايش رحت عملت؟ حولت العشرة سنتي اللي هو طول ضلع المكعب، حولته لوحدة المتر على طول. العشرة سنتي اذا باجي بقسمها على 100 بتصير عشر. هلا بنشوف، ثواني، هذا الرقم اللي هو العشر كيف اجا؟ اجا عن طريق انه جينا حولنا احنا هذا الرقم، اجا بدل 10 سنتي 10 على 100. تمام، 10 على 100 الصفر مع الصفر بروح بتصير 1 على 10 او عشر، عشر ضرب عشر ضرب عشر بطلع معاي 1 بالألف متر مكعب، هو حجم المكعب اللي من الرصاص. برضه معطيني كثافة المكعب أو كثافة الرصاص اللي هي 11340، ومعطيني كثافة الزئبق 13600. نشوف المجهول عندنا اللي هو حجم الجزء المغمور. طب كيف عرفنا إنه في جزء مغمور وإشي زي هيك؟ أول إشي السؤال حكى لنا، ثاني إشي لو السؤال ما حكلناش كيف بدنا نعرف؟ عن طريق الكثافة. الجسم اللي هو الرصاص هذا كثافته قليلة بالنسبة للزئبق، هذا 11000 هذا 13000، بالتالي كذا كثافته أقل، بالتالي راح يطفو على سطحه. طيب نرجع للقانون اللي حكينا عنه قبل شوي، إنه كثافة السائل في حجم الجزء المغمور تساوي كثافة المكعب أو الجسم ضرب حجم الجسم الكلي. بنعوض على طول
زي ما احنا شايفين كثافة السائل اللي هو الزئبق 13600، حجم الجزء المغمور تساوي 11340 اللي هي كثافة الرصاص، حجم الرصاص اللي هو حجم المكعب اللي حكينا عنه بالسؤال طلع معانا 1 بالـ1000 متر مكعب. لما نيجي نضرب هدول الرقمين في بعض بيطلع معي 11.34، بدها تساوي 13600 ضرب حجم الجزء المغمور. كيف نتخلص برضو من هذا الرقم؟ مش ناقص، بنعمل قسمة. فلما نيجي نقسم بروح من هاي الجهة، لما نيجي نقسم على الجهة الثانية بضل معانا الجواب بالآلة الحاسبة بيطلع 83 بال10000 أو بال100000. هذا رقم يا شباب كتير صغير. طبعا يعني جزء المغمور من المكعب بالنسبة لحجم المكعب الأصلي تقريبا أكتر من ثلث أرباعه. هذا الرقم ماشي بيعني كأنه ثلث أرباع الواحد بالألف، فزي كأنه ثلث أرباع أو أكتر من ثلث أرباعه غرق جوا الزئبق. طيب المطلوب الثاني اللي هو مهم جدا، هذا المطلوب اللي بدنا إياه، كل السؤال عشان هذا المطلوب. المطلوب الأول فيش فيه شيء، والمطلوب الأول بتعلقش بالمطلوب الثاني، يعني بنقدر نحل الثاني بدون ما نعتمد على الأول. المطلوب الثاني بيحكي لنا ما مقدار أقل كتلة يجب أن توضع فوق المكعب حتى ينغمر كليا في الزئبق. يعني زي كأنك بدك تجيب أنت حجر أو خشبة أو حديدة أو إيش مكان تحطها فوق المكعب، هذا المكعب لازم يغرق كلياته جوا الزئبق. طبعا هذا الإشي كيف بنستفيد منه؟ بنستفيد منه في السفن. السفينة مثلا كيف بعرف إنه هي بتقدر تتحمل مثلا مش عارف أكم من 100,000 طن ولا أكم من 1,000,000 كيلو؟ هذا الإشي بناء على هاي الحسابات اللي راح نشوفها. طيب نطلع على الرسمة اللي على الشمال، هاي رسمة كتير مهمة. هلا هذا المكعب اللي هو طوله 10 سنتي بدنا اياه يغرق كلياته في الزئبق. كيف بده يغرق؟ لازم نحط فوقيه كتلة. هاي الكتلة يعني انا رسمتها زي ما انتم شايفين شكلها عشوائي، يعني مش مهم شو ما كانت تكون، المهم اني اجيب كتلة مساوية لهاي الكتلة. اذا بحطها فوق الزئبق او فوق القطعة الرصاص لازم تغرق كلياتها جوا الزئبق، يعني السطح العلوي للمكعب ينغمر في الزئبق. هلا باجي بطلع على الرسمة بحكي انه في عندي قوة طفو للأعلى، قوة الطفو بتضلها دائما وأبدا للأعلى، ما بنقدرش يعني نلعب في اتجاهها. عندنا كمان وزن المكعب من الرصاص اتجاهه للأسفل، وعندنا كمان وزن الجسم الجديد، وزن الجسم الجديد للأسفل، والتلاتة زي كأنهم في حالة اتزان. يعني لما نحكي في حالة اتزان يعني التنين اللي بسحبه للأسفل هو الوزن الجسم الجديد وزن المكعب الرصاصي، التنين للأسفل في إشي عكسهم للأعلى اللي هي قوة الطفو. إذا كانوا التنتين هدول مساويات لقوة الطفو الجسم إيش راح يصير فيه؟ رايح يغرق في الزئبق بهذا الشكل. يعني طبعا إذا جبنا كتلة أكبر وزن أكبر من قوة الطفو راح يغرق أكثر وأكثر، فإحنا بدنا نشوف أقل كتلة بتلزمنا لحتى نغرق هذا المكعب. طيب حسب الشكل اللي عندنا في عندنا قوة للأعلى قوتين للأسفل، زي أكنه محصلتهم تساوي صفر، بس هي يعني مش زي أكنه، هي فعليا محصلتهم تساوي صفر. فباجي بكتب إنه قوة الطفو تساوي وزن المكعب اللي هو مصنوع من الرصاص زائد وزن الجسم الجديد. وزن المكعب الكتلة ضرب التسارع الجاذبية، وزن الجسم الجديد برضه كتلة الجسم ضرب تسارع الجاذبية جيم. قوة الطفو بنرجع للقانون اللي تعلمناه بالبداية عن قاعدة أرخميدس، كثافة السائل ضرب حجم المكعب. هالمرة يا شباب هذا مهم إنه إحنا نغرق المكعب كلياته، مش بدنا إن نخلي مثلا نصه يغرق ونصه لا، ولا تلت أرباعه يغرق وتلت أرباعه لا، لا بدنا نغرقه كلياته زي كأنه. فعشان هيك هون بعوض أنا حجم المكعب الكلي. طيب إذا بنطلع على المعادلة اللي عندنا، هاي معادلة مهمة جدا، بنلاقي انه جيم موجودة على اليمين، موجودة على الحد الاول من الطرف الشمال، وموجودة بالحد الثاني من الطرف الشمال. شو بنقدر نعمل فيها؟ بنقدر نختصرها من جميع الاطراف. فزي كأنها بتصير كثافة السائل ضرب حجم المكعب تساوي كثافة المكعب ضرب حجم المكعب برضه زائد كتلة الجسم. خلينا نعوض. السائل اللي هو الزئبق كثافته 13600، حجم المكعب الكلي 1 بالـ1000، كثافة المكعب اللي هو الرصاص يعني كثافة الرصاص 11340 ضرب حجم المكعب
برضه 1 بالألف زائد كتلة الجسم. عندنا المجهول هان كتلة الجسم، وديروا بالكم يا شباب انه الأولوية لعملية الضرب، ماشي؟ مش واحد يروح يقسم على 11,340 ولا يقسم على 1 بالألف، غلط، منفعش. خلينا نيجي نضرب هدول الاثنين في بعض، بطلع معانا 13.6. لما نضرب ال 11,340 في 1 في الألف بتطلع 11.34. هلا صار عندنا معادلة فيها مجهول اللي هي كتلة الجسم زائد اشي تساوي رقم. هلا هذا الاشي اللي هون اللي هو الرقم الموجود عندنا، كيف بدنا نتخلص منه؟ لانه في بيناتهم زائد، بتخلص عن طريق الطرح او عملية الناقص هاي. ف ناقص 11.34 ناقص 11.34، هون انا مخربش يعني، انتبهوا انه الثلاثة محل الأربعة والأربعة محل الثلاثة، انتبهوا لما تيجوا تنقلوا هذا السؤال. بيطلع معانا بالآخر انه كتلة الجسم تساوي 2.24 كيلوغرام. هذا الحكي بيعني انه اذا جبنا هاي الكتلة حطيناها فوق المكعب المصنوع من الرصاص رايح يغرق كلياته في الزئبق. فهذا السؤال من الأسئلة المهمة. طبعا برضه هون في عندنا خطأ صغير اللي هو خطأ يعني 1%، يعني مش هالقصة، مش كارثة يعني. راح يصير عندنا هذا الرقم 6 مش 4. كمان هاي ديروا بالكم منها، زبطوها، حط هان 3 بتمنى انه هذا السؤال يكون واضح ومفهوم. هذا سؤال كتير مهم، ضروري تدرسوه كويس. في زيه بأسئلة الكتاب بآخر اشي، آخر صفحة في أسئلة الكتاب، سؤال بيشبهه كتير، انه بس المكعب كأنه مصنوع من الخشب، وهذا المكعب بدك تزته جوا المي. بتحسب اظن حجم الجزء المغمور او عمق الجزء المغمور، بعدين طالب انه تحسب قديش الكتلة اللي لازم تحطها فوق المكعب حتى يغرق في المية. بترجعوا تطلعوا على السؤال الموجود بالكتاب، بأسئلة الكتاب، طلعوا هذا السؤال كمان مرة وحاولوا تحلوه لحالكم، حاولوا تفهموا اكثر. اهم اشي نفهم انه التعامل مع هاي الاشياء عادة، او يعني خلينا نحكي في هذا الفرع من السؤال، تعاملنا معاهم كأنهم متجهات، يعني القوة لانها للاعلى، الوزن تبع المكعب للأسفل، وزن الجسم برضه للأسفل، هذول التنين وزنهم للأسفل اتجاهه، فبجمعهم جميع بدهم يساوي الإشي اللي بيدفع لفوق اللي هي قوة الطفو، عشان يكون الجسم متزن ويكون مغمور كليا في الزئبق. بتمنى يا شباب إنكم تدرسوا أول بأول. الطلاب اللي ملحقوش يسلموا الوظيفة يرجعوا يحاولوا يحلوها برضه لحالهم كمان مرة. ادرسوا منيح، راح نعين اختبار للأسبوع الجاي في هذا الموضوع، وإن شاء الله أي سؤال ممكن إنه تسألوه على الكلاس روم. بتمنى تكونوا بخير، بالتوفيق للجميع، ويعطيكم ألف عافية.